متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من برنامج كازا سيتي. بداية رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم سنناقش موضوع الاكتظاظ بمدينة الدار البيضاء. هذه المدينة هذه اللي ما قدرش، رغم المشاريع الكثيرة اللي عرفتها في السنة في العقود الأخيرة، ولكن ما قدرش تخلص من هذا الجحيم تاع الاكتظاظ على مستوى مدينة الدار البيضاء. من أجل مناقشة هذا الموضوع نستضيف فاعل أساسي في هذه المنظومة تاع النقل والتنقل، وهو السيد محمد أبو الرحيم، النائب المكلف بقطاع النقل والتنقل في مجلس مدينة الدار البيضاء. سي محمد مرحبا بك. مرحبا سي أحمد. رمضان مبارك كريم. رمضان مبارك كريم كذلك ولجميع المغاربة والمواطنين البيضاويين بالأخص. شكرا سي بو الرحيم. أولا، علاش الدار البيضاء ما قدرش تحل هذا المشكل تاع الاكتظاظ؟ البعض يقول بأن المواطن في الدار البيضاء تعيش كل نهار وكل ساعة ولا كل دقيقة عذاب، قطعة من الجحيم تعيشها يوميا في هذه المدينة. علاش؟ لا، أولا مدينة الدار البيضاء كمدينة ميتروبولية كبيرة، طبيعي هذا المشكل ديال الاكتظاظ كيكون على غرار جميع المدن الكبرى. اللي كاين اليوم هو ان الحمد لله عندنا استراتيجيه واضحه داخل مجلس جماعه الدار البيضاء، اللي كنحاولوا من خلال هذه الاستراتيجيه اننا نخفوا من الاكتظاظ. اولا الاستراتيجيه الاساسيه اللي عندنا هو اننا تشجيع النقل العمومي، ونحاولوا اننا باش الناس ينقصوا شويه من الاستعمال ديال السيارة الخاصه. شنو هو التشجيع ديال النقل العمومي؟ هو هذا المشروع اللي عندنا ديال البرنامج ديال التراموي، اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله 4 ديال الخطوط ديال التراموي وجوج الخطوط ديال البياشينيس اللي هما ولا البيسواي، الحافلات ذات الجوده المرتفعه، ومن طبيعه الحال الحافلات الجديده اللي دخلت. يعني انه عندنا المخطط ديال التراموي، جوج ديال الخطوط، الخط الاول والثاني راهما تيشتغلوا، تيهزوا تقريبا واحد 220 ألف ديال الركاب. وعندنا الخط الثالث والخط الرابع بداو فيهم الاشغال اللي غادي يساليو ان شاء الله سنه 2023. وعندنا خطين ديال الخط الخامس والسادس اللي هما البيسواي، واللي غادي ان شاء الله يكونوا جاهزين اواخر 2022. ومن طبيعه الحال عندنا اليوم 700 حافله اللي غادي تدخل، 450 دخلات راه هي كيدخل، الباقي كيدخل بالتتابع ان شاء الله، على اساس انه في شهر 9 في سبتمبر انه يدخل عندنا 700 حافله. ملي غتكون عندنا هذا المنظم حافله من طبيعه الحال، ملي غتكون عندنا هذه المنظومه متكامله، واللي غادي يكون عندنا المفهوم ديال الشبكه متكامل، غادي يمكن ديك الساعه يكون واحد العرض ديال النقل الجماعي للمواطنين، اللي غادي يسمح لهم انهم يحطوا يستغنيوا على هذيك السياره الخاصه. ومن طبيعه الحال هذا هو المخطط، بانك تحاول تخفف من الاكتظاظ زياده على بعض المرافق اللي اليوم كننشئوها اللي فيها الانفاق، اللي كتحاول انها تخفف من الاكتظاظ. الملاحظ هو ان الشوارع اللي تمر من هذا الخط الاول والثاني هي تتعرف واحد الاكتظاظ اللي هو رهيب. اتفق معك. لا دابا هو راه طبيعي، هو اليوم اللي كتجيب ملي كتستعمل التراموي، لانه ما تنساش بانه التراموي راه هو تقريبا واحد ال 120 حافله. ملي تيكون عندنا التراموي غادي بحال الا عندنا 200 سياره غاديه، وملي تتكون عندنا حافله غاديه بحال عندنا 20 سياره غاديه. لهذا فعل المخططات اللي تيشتغلوا بهم المدن الكبرى هما انهم كيشجعوا، كيعطيوا واحد العرض ديال النقل الجماعي اللي كيسمح للناس انهم يحطوا السياره الخاصه ديالهم. راه كاين بعض المدن في العالم اللي اليوم باش تدخل لوسط المدينه خاصك تخلص، لانه الاستعمال ديال السياره الخاصه تيولي بحال واحد لوكس، انه الناس كلهم خاصك تعطيهم واحد لوفر، واحد العرض في المستوى ديال النقل اللي كيسمح له انه يحط السياره ديالو ويركب في النقل الجماعي. طبيعه الحال اذا مشينا رجعنا مثلا لور الحافلات الرماديه ولا حافلات الزرقاء، ما كانش مع الاسف كانت مهترئه، او كاينش الناس يمكن لهم انهم يحطوا السيارات الخاصه. اليوم جاو حافلات جديده نقيه في المستوى. الامر عنده علاقه بتغيير تاع العقليات، واش المواطن غتغير العقليه ديالو باش يحط السياره ديالو ويستعمل التراموي؟ خاصه انا كما قلت لك بان الاكتظاظ، بان السرعه اللي تمشي بها في التراموي على مستوى مدينه الدار البيضاء هي السرعه اللي هي بطيئه، ماشي هي سرعه كبيره. لا، المواطن ملي كتعطي واحد العرض في المستوى لايق به، انا كنعرف واحد العدد الناس اللي عندهم اليوم الخط الاول والثاني التراموي كينقلهم من مثلا من المساكن ديالهم للعمل ديالهم، مابقاوش مابقاوش كياخذوا السيارات الخاصه ديالهم. اذا ملي المواطن تتعطيه واحد العرض ديال النقل العمومي في المستوى كيحترم الادميه ديالو، تيحترمه يعني في مستوى جيد، بطبيعه الحال كيحط السياره ديالو. اللي كاين هو انه المواطن ملي ما تيكونش مع الاسف جميع الاحياء، يعني ملي كتبغي تنطلق مثلا انسان غادي من دارو للعمل ومن العمل كيبغي يمشي لواحد المنطقه اخرى وما عندوش هذا النقل الجماعي كيسمح له، تيضطر انه ياخذ السياره. ولكن ملي غتكون عندنا شبكه متكامله بطبيعه الحال ماشي غادي ينقصوا السيارات كلهم، ولكن غادي يكون واحد المجموعه ديال المواطنين اللي يعني انتم الان تتعولوا على المستقبل، ولكن الحاضر شنو هو؟ لا الحاضر حيت هذا الشيء باش نتفاهموا مزيان، هذا راه مخطط جاي، هذا راه ماشي ما يمكنلكش تجي الصباح تقول انا غنحيد الاكتظاظ، سينو خصك بغيتي تحيد الاكتظاظ خصك تسد المدينه.
هاد المخططات كلها اشغال اللي كت كت اللي كان اليوم خدامين عليها واللي كتخرج الحافلات هما خارجين راه خدامين تيحل مشكل كبير. الخط الاول والثاني هو خدام، الخط الثالث هو كيشتغل. عندنا اليوم مخطط اخر، برنامج ديال التدبير العقلاني ديال الاشارات الضوئيه بواحد المجموعه ديال الكاميرات مع المدير العام الوطني، هذا حتى هو مشروع راه خدامين عليه، راه ان شاء الله قريبا انه يخرج، اللي غادي يدير لنا التدبير الذكي في الاشارات الضوئيه. لانه اليوم كتلقى واحد المجموعه ديال لي كارفور، مجموعه ديال لي رون بوان فيهم مشكل الاكسداد، غير لانه تيكون عندنا هذاك الاشارات الضوئيه كتتم الاشتغال ديالها يدويا، ولكن ملي تيكون عندنا هذه المنظومه اللي كنقول لك، هذا النظام الالي الذكي اللي غادي يكون هو اللي غادي يدير التدبير ديال الاشارات الضوئيه بناء على المعطيات اللي عنده في المدينه كلها، كيعرف شحال ديال السيارات جايين من هذا الشارع، شحال هذه السيارات مع الشارع، امتى يدير يشعل الضوء الخضر لهنا، امتى يشعل الضوء الاحمر هنا، وغادي يكون عندنا هذا التدبير الذكي اللي غادي يمكننا اننا نخفضوا من هذا الاكسداد. الدار البيضاء في السنوات الاخيره بدايه من ذاك المشروع تاع القطره تاع الوزيز اللي كان في عهد السي سجيد، عرفت احداث مجموعه من القناطر، ولكن هذه القناطر اصلا حتى هي ما حلتش المشكل. لا شوف باش نقول لك غير باش نفهموا، دابا وشحال من قنطره تقريبا تدبرت؟ دابا غير باش نتكلم بعد واحد المفهوم ديال التدبير ديال التنقلات الحضاريه في المدن. كاين عندنا جوج طرق باش يمكننا ندبرهم، يا اما كتدبرهم بالعرض ولا بالطلب، يا اما تتقول انا غادي ندير الانفاق وغادي نوسع الطرقان ياك، ولكن ملي كدير هادشي عاد كتزيد العرض للسيارات، كدير واحد لابيل يعني بحال قلتي كتجي بحال قلتي عندك العرس وبغيتي تجيب مشيتي خديتي واحد القاعه كتهز 500 الناس، طبيعي انه يجيو 500 الناس لانه غتعرض على 500 الناس، ولكن الا عندك قاعه كتهز غير 100 الناس غادي تعرض على 100 الناس، وهذوك الناس الاخرين غتلقى لهم حلول. اذا جيتي تعتمد على توسيع ديال الطرقات ودير الانفاق ودير هادشي كله، يعني بحال كدير واحد لابيل، يعني كتحاول كتعطي فرصه للاكتداد اكثر وللسيارات اكثر. ولكن الا جيتي قلتي ودي انا ها المدينه ديالي كيفاش اللي عندي، ها اللي غادي ندير، ولكن انا اللي غادي ندير نضبط الاستراتيجيه ديالي وغادي نشجع النقل الجماعي. احنا هاد الطريقه باش غاديين من طبيعه الحال كنديروا التشجيع ديال النقل الجماعي باش نعطيو اليوم هذا المخطط اللي عندنا، باش نعطيو هذا العرض ديال النقل الجماعي اللي فيه الترامواي واللي فيه البياشينيس واللي فيه الحافلات، ومن طبيعه الحال حتى التاهيل ديال التاكسيات بالمشاركه مع ديال وزاره الداخليه. ولكن هناك ايضا بعض المشاريع اللي هي ضروريه جدا اللي هي لي باركينغ، لانه عاود الانسان خصنا نوفروا ليه الباركينغ، لانه الانسان تيجي تيقلب على بلاصه فين ستاسيون وكيبقى يدور راه تيساهم في الاكتداد. ثانيا عندنا هاد الانفاق، راه درنا النفق ديال سيدي عبد الرحمن، درنا النفق ديال غاندي، درنا النفق ديال عين السبع، اليوم ها هو النفق ديال الموحدين راه قرب يجهز، هادو كلهم تقريبا تعيش هذا النفق ديال الموحدين. لا النفق ديال الموحدين مرتبط بواحد الاشغال اللي كدار اليوم في النفق ديال المسجد الحسن الثاني باش يكون متكامل، ولكن راه في خلال هذه السنه ان شاء الله زعما قررت انا اعتقد انه يعني قبل من الصيف خصو يكون خارج، ولكن هادو مشاريع هي ضروريه، ويني ما يمكنلكش لانه دابا ملي كدير هذه الانفاق شنو كدير؟ كتعيط على السيارات انهم يكثروا عندك. اذا حنا الاستراتيجيه اللي خصنا كلنا نشتغلوا عليها هو اننا نشجعوا يعني نستثمروا اكثر في النقل الجماعي باش يمكننا انه المواطن يمشي للاغراض ديالو عن طريق النقل الجماعي، والسياره يستغنى عليها بيان سور ماشي يستغنى دائما ولكن لفترات معينه باش يمكن يعني بالنسبه لك انت كفاعل في هذه المنظومه هذه تقول بان ما خصناش نبقاو مستمرين في احداث هذه الانفاق بهذه الطريقه. انا بالنسبه لي الاستراتيجيه اللي خصنا نمشيو فيها هي اننا نشجع النقل الجماعي، لانه علاش؟ لانه الانفاق الافق ديالها محدود، شحال من النفق نديرو؟ كيفاش غنديرو نصغرو؟ واخا حنا نصغرو وسعنا الطرقات اليوم مثلا كيدخل عندنا واحد العدد ديال السيارات للمدينه، غدا درنا الانفاق وسعنا الطرقات دخل عندنا العدد ثلاثه المرات ديال السيارات، راه خصنا لي باركينغ، راه خصو فينا هذا، خص يعني لهاد الطرقات والانفاق هذه الافق دي خصك دير الضروري منها لان الافق ديالها محدود. بالعكس خصك تشجع النقل الجماعي، لان كنقول لك اليوم تراموي واحد كيساوي 200 سياره، تصور انت 200 سياره غاديه في الشارع شحال ديال كيفاش درجه التاثير ديالها على البيئه، الاكتظاظ اللي كتسبب، الاشكالات النفسيه اللي كتسبب لهاد الناس اللي راكبين فيها، الوغ كو التراموي محافظه تحافظ على البيئه، يعني كتوصل للاماكن ديالك مخاطر اقل، لان اليوم كتمشى عندك 200 سياره راه الدرجه ديال الخطوره ديال لي ريسك ديال المخاطر اللي كاينه اكثر. حافله كذلك، حافله راه كتساوي اليوم
20 سياره ملي كتكون عندك غاديه حافله راه بحال عندك 20 سياره اللي كتمشى. دير لي هذا المدن اللي نجحت في التدبير ديال التنقلات بجميع اشكالها هي المدن اللي شجعت النقل الجماعي. البعض تيقول بان هذا المستوى تاع النقل الجماعي خاصه على مستوى التراموي المدن الاوروبيه الاخرى استغنات على التراموي وتتفكر في حلول اخرى. لا طبعا شوف باش نتفاهموا مزيان علاش يعني من 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 ما نستبقوش حنا الاحداث ونقلبوا على وسائل اخرى. اولا باش الناس يفهموا مزيان، اولا هذه القضيه ديال التراموي ولا المترو ولا لي غوار ولا الطوبيس اللي كيحددوا دراسات، هناك دراسات علميه دقيقه كتعتمد على الكونتاج، تعتمد على التعداد ديال التنقلات ديال كل حي وديال كل منطقه، وهو اللي كيحدد لك شنو هذيك المنطقه شنو محتاجه، واش محتاجه الحافله، واش محتاجه الترامواي، واش محتاجه. اذا جيت نقول لك مثلا حنا الخط الوحيد اللي كان خرجوا لنا الدراسات بان خصو يكون فيها مترو هو الخط اللي جاي من دريس الحريزي من بالمسيك من سيدي عثمان وغادي وجاي على طريق على شارع محمد السادس. ملي درنا الدراسات لقينا بانه لانه الاختيار اللي كان هو المترو العلوي. ملي درنا الدراسات لقينا بانه الاختيار ديال المترو العلوي غيكون صعب لانه هذيك المنطقه يعني العمارات عندنا متقاربه وما يمكنلكش دير هذوك لي يعني لانسيرسيون ما يسمى بلانسيرسيون اوربان، يعني لانسيرسيون اوربان بالعربيه هي يعني مع ما تيتمشاش هذاك المترو العلوي مع الطبيعه الحضاريه ديال الشارع عندنا تما. عوضناه بجوج الخطوط ديال التراموي، الخط ديال واحد الخط ديال التراموي لينكات اللي هي جايه من تما في نفس المسار من دريس الحمل المنطقه الصناعيه دريس الحارتي وجاي على طريق شارع محمد السادس، وخط اخر اللي جاي هابط على طريق ولاد زيان. يعني تما هذاك المنطقه هذاك اللي بحال قلتي هذاك الشريط كله عوض ما نديرو فيه مترو علوي درنا فيه جوج ديال الخطوط ديال التراموي زائد الكلفه. اليوم الترامواي اليوم تم السعر ديالو باش كيدار تيدار تقريبا 25 مليار الكيلومتر، المترو كيدار 100 مليار الكيلومتر. يعني يعني الدار البيضاء ما عندهاش قدره ما ديرش المترو طبيعي لانه اليوم هاد 16 مليار اللي عندنا 16 مليار ديال الدرهم اللي كانت مخصصه في الاتفاقيه ديال الهيكله ديال الدار البيضاء اللي كانت تسنتها امام توقعت امام جلاله الملك واللي فيها 2015 2021 2022 هذه فيها 16 مليار ديال الدرهم خاصه بهذا النموذج ديال النقل الجماعي ديال في المسارات المحدده اللي هو اصلا تراموي والبي ار شينيس. هاد 16 مليار اليوم راه درنا بها غنديروا بها تقريبا 90 كيلومتر ديال 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 التراموي، وغادي نديروا بها حتى خدينا منها 90 مليار سنتيم اللي شرينا بها الحافلات. كون بغينا نديروا المترو يلاه نديروا 16 كيلومتر ديال المترو. اذا هذا تدبير لانه الامكانيات اللي كاينه هي هذه، وماشي حتى الامكانيات ديال الجامعه. كتعرفوا الميزانيه ديال الجامعه راه في اكبر يعني في اقصى الحالات كدير واحد 20 مليار ديال الفائض ينشرح لك، الور كو هاد 16 مليار خصنا 16 عام باش من 16 عام خصنا 160 عام باش يمكننا نجمعوا هذاك المبلغ. اذا لولا التدخل ديال المصالح المركزيه ديال وزاره الداخليه ووزاره الماليه هادشي كله راه ما كانش يكون. بطبيعه الحال كاين المتابعه ديال المجلس، كاين القرارات اللي كتاخذها المجلس، ولكن راه المساهمه الماليه ديال الدوله راه مهمه جدا، زائد الكلفه التدبيريه. اليوم راه جامعه الدار البيضاء كتخلص 8 مليار سنتيم 8 مليار سنتيم كعجز. الا بغيتي مثلا تخدم المترو راه خصك تخلص الدوبل، لانه التذكيره اللي كيركب بها المواطنين حنا قرار سياسي قررنا انها تبقى في 6 ديال الدرهم. الا بغيتي باش هذاك التذكيره ما يكونش فيها العجز راه خصك دير لها واحد 12 ولا 14 درهم. نخليو الترامو غادي في الطريق ديالو، نرجعوا للمشكل تاع المواقف تاع السيارات والركن والمشكل الكبير اللي تيعانيو البيضاويين هو ما تلقاوش فين يحطوا الطوموبيلات ديالهم. اشنو هي الخطه ديالكم والاستراتيجيه ديالكم؟ خاصه ان اسمح لي نكمل السؤال، هو ان تتم ترخيص مجموعه من التجمعات السكنيه ولا مجموعه من الشركات بدون ان تتم المواكبه ديالهم بالاماكن اللي وقف السيارات. هو هاد حنا صوتنا في المجلس على واحد المخطط الجماعي لوقوف العربات اللي خرج لنا شنو هما الحاجه ديال مدينه الدار البيضاء فيما يخص وقوف العربات. وخرجنا واحد المجموعه ديال التدابير اللي خصنا ناخذوها كمجلس باش يمكننا اننا ندبروا هذه العمليه هذه ونوفروا لمدينه الدار البيضاء الحاجيات ديالها ديال وقوف السيارات. كاين مناطق زرقاء، كاين مناطق حمراء، كاين مناطق اللي ممنوع فيها التوقف طبيعه الحال على حسب الحاجه ديال المواطن. كل واحد شنو كاين اللي خدام
باغي يوقف السياره ديالو لمده طويله خصك توفر له الاماكن لذلك. كاين المناطق اللي فيها المواطن تيجي كيتقدى كيمشي، هادشي كله عندنا. وفيها عندنا اتفاقيه مع لاي ام دي ال مع الوكاله الوطنيه للوجيستيك اللي عندنا معهم غادي بنين درنا واحد 400 اير دو ستاسيون، واحد 400 ديال المواقف ديال السيارة خاصه بتسليم البضائع. لانه عندنا هذا الاشكال هذا خاصه في وسط المدينه، انه كاميو كيجي بغي يسلم البضائع كيوقع في دوزيام بوزيسيون كيخلق مشاكل. دونك خلق درنا هاد كازا اميناجمون وكازا ترونسبور تكلفوا باش درنا الانجاز ديال واحد 400 موقف ديال السيارات في الازقه وفي بعض الشوارع اللي كيمكن يكون اللي خص يكون فيها خاصه فقط بهاد ديال تسليم البضائع. واليوم راه مع كازا بيئه اللي كدبر سميتو، راه حنا تنشتغل اليوم على النموذج ديال التدبير ديال هاد المواقف هادو. كاين عندنا كتعرفوا عندنا جوج ديال اليوم ديال المرابط العموميه اللي تبنات، اللي هي ديال محمد الخامس ديال صحه محمد الخامس وديال لابلاس نيفادا، اللي فيهم تقريبا بجوجهم واحد ديال صحه محمد الخامس فيه 150 موقف، وديال نيفادا فيه تقريبا 750. عندنا واحد البرنامج مع القطاع الخاص مع البنك الدولي اللي غادي يكون عندنا واحد 6 ديال المواقف مرابط عموميه خاصه اللي غادي تكون عندنا فيهم ديجا جوج اللي غادي نديروا لهم طلب العروض مع القطاع الخاص بحيث يكون استثمار ديال القطاع الخاص. وعندنا تدبير ديال اليوم ديال الشوارع مع كازا بيئه. وعاد عندنا كتعرف انه هذا القطاع اللي فيه واحد مش نقول لك واحد المحور الاجتماعي مهم اللي هو ديال الحراس ديال السيارات. وهذا الشيء كيتدبر على صعيد المقاطعات، وكننسقوا معهم على اساس انه كنحاولوا دائما انه هاد الترخيصات الجديده مثلا ديال الحراس ما يكونش عندها تاثير على التدبير العام ديال وقوف العربات، لانه هذا الشيء هذا الجماعه ماشي الهدف ديالها انها تربح منه الفلوس. الهدف ديالها بالعكس راه في اطار البرنامج ديال تاهيل مدينه الضربات كاين 27 مليار اللي مخصصه الجماعه لهاد المرابط العموميه الخاصه ولا غادي تكون مع القطاع الخاص. الهدف ديال المدينه هي انها تدبر هاد المرافق وتوفر الاماكن ديال وقوف العربات في اطار هذه الاستراتيجيه ديال المخطط ديال الثمن غير مشجع بالنسبه لهذ المرابط العموميه اللي بحال حنا خدنا لوكا تاع اللي دار في ساحه محمد الخامس. ماكاينش واحد الثمن اللي مناسب بالنسبه للمواطن. شوف هذا الثمن هذا الثمن ديال القرار الجبائي، القرار الجبائي صوت على المجلس وكان فيه مناقشات كثيره جدا، وبناء على دراسه الجواء اللي يمكن لي ناكد لك هو انه الهدف ديال جامعه الدار البيضاء هو ماشي تربح الفلوس من هذاك الشيء، الهدف ديالها هو التنظيم وانها توفر اكبر عدد ممكن من المرابط والاماكن ديال وقوف السيارات للمواطنين اللي كيرتادوا المدينه. لهذا انا كنقول لك قبيله هو ملي كنكونوا كنشجعوا النقل الجماعي، الاستثمارات اللي كنديروا في النقل الجماعي راه كتعاوننا بزاف في الاستثمارات الاخرى اللي خصنا نديروها. لانه السياره راه عندها واحد مجموعه السيارة اولا عندها تبعات، اولا عندها تاثير على البيئه، ثانيا خصك توجد لها الطرقات فين والسياره ديال الطرقات، خصك توجد لها المرابط العموميه. بعكس النقل الجماعي اللي كيكون استثمار واللي تيكون استثمار وكيكون كتربح منه واحد العدد ديال الامور. سي برحيم شكرا جزيلا على قبول الدعوه، والملفات كثيره ولكن هذا شوف هذا واحد يعني واحد المجال اللي هو حيوي فيما يخص يعني بالنسبه للتدبير ديال المدن. والحمد لله مدينه الدار البيضاء اليوم راه قطعت فيها اشواط كبيره، لانه اليوم على الاقل عندنا استراتيجيه يعني باينه. تتمنوا استراتيجيه تنزل على الارض واقع. ارض واقع. شكرا سي بو الرحيم، شكرا متتبعي قناه انفاس براس، والى لقاء جديد ان شاء الله.